30% من مدارس غزة قصفت بشكل كامل ومباشر. هذا ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي قال في مؤتمر صحفي إن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأرقام الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم. وحسب دوجاريك فإن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف مباشر، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة. ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تماما، فيما أشار إلى أن مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب، ويعمل فيها أكثر من 6500 معلم تعرضت للقصف المباشر، وأن ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة سوف تتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة. وزارة التربية والتعليم بدورها قالت إن 286 مدرسة حكومية و65 أخرى تابعة للأونروا تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى لتعرض 83 منها لأضرار بالغة، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب. وفي تقرير نشرته الوزارة أشار إلى أن أكثر من 4095 طالبا استشهدوا، 8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان على غزة والضفة. وبهذا تكون آلة حرب الاحتلال قد استهدفت 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.